بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الرابعة تخصص إدارة التسويق، في البداية برحب بحضراتكم وبتمنى لحضراتكم عام دراسي سعيد وآمن وموفق بإذن الله. هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله السكاشن الإلكترونية لمادة الاتصالات التسويقية المتكاملة، وده السكشن الأول اللي هنتناول فيه الفصل الأول بعنوان المفاهيم الأساسية للاتصالات التسويقية المتكاملة. هكون معكم خلال هذا السكشن عبد الحميد قطب، مدرس مساعد بقسم إدارة الأعمال بالكلية. خلال تغطيتنا للسكشن هنتناول نوعين من الأسئلة. النوع الأول وهو أسئلة تحدد مدى صحة العبارات التالية. النوع الثاني وهو أسئلة اختر من متعدد. نبدأ بالنوع الأول من الأسئلة وهو أسئلة تحدد مدى صحة العبارات التالية. العبارة الأولى عندنا بتقول: يقصد بالاتصالات التسويقية عملية تدفق وتبادل المعلومات بين المنظمة وعملائها بغية تحقيق أهداف معينة. زي ما حضراتكم عارفين إن العبارة دي صحيحة، لأن جوهر عملية الاتصالات التسويقية هو تدفق وتبادل المعلومات بين طرفي عملية الاتصال، اللي هو المنظمة أو المنشأة وعملائها، من أجل تحقيق أهداف معينة هنتعرض لها في الأسئلة اللي جاية. العبارة التانية بتقول إن عملية الاتصالات التسويقية تمثل عملية اتصال أحادية الاتجاه، فيه تتدفق المعلومات من المنظمة إلى العملاء. العبارة طبعا خاطئة. احنا في عندنا عملية الاتصال لها طرفين، طرف اللي هو المرسل، تمام، وصاحب الرسالة، المرسل أو صاحب الرسالة، وفي طرف عندنا اللي هو المستقبل أو المرسل إليه. بس اتجاه عملية الاتصال ليس أحادي، هي قد يكون اتجاه الاتصال من المنظمة إلى العملاء، وقد يكون من العملاء إلى المنظمة. بمعنى أن عملية اتصال تعد عملية ذات اتجاهين، قد يكون تدفق المعلومات من المنظمة إلى العملاء ومن العملاء إلى المنظمة. بكل بساطة يعني بيحدث تبادل للأدوار، فعندما ترغب المنظمة في إرسال رسالة إلى العملاء، ففي هذه الحالة بتكون المنظمة هي المرسل، وبيكون العملاء في هذه الحالة هم المستقبل أو المرسل إليه. العكس تماما، عندما يرغب العملاء في إرسال رسالة إلى المنظمة، في هذه الحالة بيكون العملاء هم المرسل، وبتكون المنظمة المرسل إليه أو المستقبل. ده بيخلينا نقدر نعرف الإجابة على العبارة الثالثة اللي بتقول: دائما ما تلعب المنظمة دور المرسل وصاحبة الرسالة في عملية الاتصالات التسويقية. العبارة طبعا خاطئة، لأن مش دايما بتكون المنظمة هي صاحبة الرسالة والمرسل. قلنا في تبادل للأدوار، لو العملاء هم اللي عاوزين يوصلوا رسالة للمنظمة، فهم بيكون في هذه الحالة في دور المرسل وصاحب الرسالة. أما لو كانت المنظمة، فالمنظمة هي عاوزة توصل رسالة للعملاء، فهي بتكون صاحبة الرسالة وبتكون في دور المرسل. العبارة رقم 4 بتقول إن عملية الاتصالات التسويقية عملية هادفة، من خلالها تسعى كل من المنظمة وعملائها لتحقيق أهداف وغايات معينة من وراء عملية الاتصال. العبارة دي طبعا صحيحة، إن جوهر عملية الاتصال هو تدفق وتبادل المعلومات بين المنظمة والعملاء من أجل تحقيق أهداف معينة. هذه الأهداف تختلف في حالة إذا كانت المنظمة هي المرسل أو إن العملاء هم المرسلين للرسالة. طيب أنا كمنظمة، إيه هي الأهداف من قيام بالاتصالات التسويقية؟ أنا كمنظمة من خلال القيام بالاتصالات التسويقية قد أكون بهدف إن أنا أعرف العملاء بالمنتجات وأحفزهم وأحثهم على الشراء، أو قد يكون الهدف هو تعريف العملاء بالتطورات والتحسينات التي تمت على المنتجات الحالية،
أو قد أكون كمنظمة هنتج منتجات جديدة، فبالتالي بقوم بعملية الاتصالات التسويقية من أجل تعريف العملاء بالمنتجات الجديدة، خصائصها، وذلك من أجل تحفيزهم وحثهم على الشراء. يبقى أنت كمنظمة بتقوم بعملية الاتصالات التسويقية. هدفك لو قمت بتحسينات في منتج حالي أو عملت عملية تطوير إن أنت تنقل ده من خلال الاتصالات التسويقية للعملاء عشان تحفزهم على الشراء، أو إن أنت لو هتنتج منتج جديد فأنت برضو بتحتاج الاتصالات التسويقية عشان تعرف المنتجات الجديدة للعملاء وتحفزهم على شرائها. في المقابل أنت كعميل، إيه هدفك من القيام بعملية الاتصالات أو الاتصال بالمنظمة؟ قد يرغب العملاء من خلال الاتصال بالمنظمة في تعريفهم باتجاهاتهم عن المنتج ومدى رضاهم. أنت كعميل هل راضي ولا غير راضي عن المنتجات التي قدمتها المنظمة؟ قد يكون هدفك برضو كعميل من عملية الاتصال هو تعريف المنظمة بالمشاكل التي قابلت العملاء في استخدام المنتج أو في الحصول عليه. قد يوجد بعض الصعوبات في الحصول على منتج، فأنت العملاء بيقوموا بإرسال رسالة إلى المنظمة لتعرفهم بهذه العقبات والمشاكل لكي تعمل المنظمة على حلها، سواء كانت مرتبطة باستخدام المنتج أو كانت مرتبطة بالحصول على المنتج. مش بس كده، قد يرغب العملاء من الاتصال بالمنظمة في تعريف المنظمة بالمشاكل المرتبطة في استخدام المنتج الحالي عشان المنظمة تراعيها وتقوم بتحسين المنتج للتغلب على هذه المشاكل. أو قد يكون الهدف من العملاء من الات... أو هدف العملاء من الاتصالات بالمنظمة هو تعريف المنظمة باحتياجاتهم غير المشبع، وذلك حتى تتمكن المنظمة من إنتاج منتجات تلبي وتشبع هذه الاحتياجات الغير المشبع. يبقى بالتالي إن الاتصالات التسويقية هي عملية تدفق وتبادل المعلومات بين المنظمة وعملائها لتحقيق أهداف، كل طرف ليه أهداف بيسعى إلى تحقيقها زي ما احنا شفناها دلوقتي. العبارة اللي بعد كده بتقول الاتصالات التسويقية تتعامل باستمرار مع أهداف ثابتة في ظل ظروف مستقرة. العبارة دي طبعا خاطئة، لأن أنت كمنظمة بتتعامل في بيئة متغيرة، بتتعامل مع أفراد ذو احتياجات ورغبات ودوافع مختلفة، فبالتالي إن الاتصالات التسويقية بتتعامل باستمرار مع أهداف متحركة في ظل ظروف متغيرة. يبقى العبارة دي خاطئة. العبارة رقم 6 بتقول تعتبر عملية الاتصالات التسويقية من العمليات السهلة لأنه يمكن تحديد التأثير الفوري لها ونتائجها بسهولة. احنا لسه بنقول او لسه قايلين ان الاتصالات التسويقية بتتعامل مع اهداف متحركة في ظل ظروف متغيرة. هل معنى كده ان دي عملية سهلة ولا عملية معقدة؟ ده بيعقد من عملية الاتصال وبيخليها عملية صعبة، ويكون من الصعوبة بمكان تحديد التأثير الفوري لها. كمان ان الاتصالات بترتبط بالعديد من الافراد والجماعات مختلف الثقافات والدوافع، كما انها ترتبط وتتأثر بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كل ده بيخلي عندي إن عملية الاتصالات التسويقية بتكون عملية معقدة، يصعب تحديد التأثير الفوري لها وصعوبة تحديد نتائجها بسهولة. طيب العبارة رقم 7 بتقول تعتمد عملية الاتصالات التسويقية على النموذجين الاجتماعي والسيكولوجي معا. احنا لسه قايلين إن عملية الاتصال ترتبط بالعديد من الأفراد والجماعات ذوي الاحتياجات والدوافع المختلفة، ده خلى إن عملية الاتصال بترتبط على بالنموذجين الاجتماعي والسيكولوجي. ليه بترتبط بالنموذج الاجتماعي؟ لأنها بتتأثر أو ترتبط بظروف البيئة التي يعيشها كل من رجل التسويق ومستقبل الرسالة الترويجية. كمان
بترتبط عملية الاتصال أو بتعتمد على النموذج السيكولوجي باعتبار أن الرسالة توجه إلى أفراد وجماعات لها حاجاتها ورغباتها ودوافعها الخاصة. ده خلى إن عملية الاتصال بتقوم على نموذج اجتماعي والنموذج السيكولوجي. اجتماعي لأن هي بترتبط بالبيئة اللي بيكون فيها رجل التسويق بإرسال الرسالة إلى المستقبل، وبترتبط بالنموذج السيكولوجي لأن هي بترتبط بأفراد ذوي اجتماعات ذوي حاجات ورغبات مختلفة. العبارة رقم 8 بتقول إن ترجمة المستقبل للرموز الواردة في الرسالة التي يقدمها المرسل لا تختلف من شخص إلى آخر. إحنا لسه قايلين إن الاتصالات التسويقية ترتبط بالأفراد بالعديد من الأفراد ذوي الاحتياجات والدوافع المختلفة. مش بس كده، إن المستقبل أما بتستقبل الرسالة التي يريد المرسل إيصالها إلى المرسل إليه أو المستقبل، فإن الشخص يقوم بترجمتها بترجمة هذه الرسالة وفقا لشخصيته وفقا للبيئة المحيطة به. يبقى باختصار إن عملية الاتصالات التسويقية لها عناصر: المرسل وهو صاحب الرسالة، الرسالة وهي عبارة عن الكلمات أو الرموز والصور والأرقام أو الإشارات التي تعبر عن الأفكار التي يريد رجل التسويق أن يقدمها إلى جمهوره، الوسيلة وهي أداة الاتصال، المستقبل أو المرسل إليه وهو الشخص أو الجماعة أو المنشأة التي يعنيها المرسل برسالته، وعندما تصل هذه الرسالة يقوم الشخص بترجمتها من خلال حواس السمع والبصر، ويقوم بإعادة فك الرموز الواردة في الرسالة وترجمتها وفقا للمحيط البيئي الذي يعيش فيه وشخصيته وصفاته. يبقى ده بيخلي إن ترجمة المستقبل للرموز الواردة في الرسالة تختلف من شخص إلى آخر. العبارة رقم 9 بتقول يعد تعريف الجمعية الأمريكية لوكالات الإعلان لمفهوم الاتصالات التسويقية المتكاملة تعريف شامل ويراعي جميع عناصر المزيج التسويقي في عملية الاتصالات التسويقية. احنا عرفنا ان تعددت التعريفات التي قدمها الكتاب لمفهوم الاتصالات التسويقية المتكاملة، ومن ضمنها تعريف الجمعية الأمريكية لوكالات الإعلان. إيه هو تعريف الجمعية الأمريكية لوكالات الإعلان لمفهوم الاتصالات التسويقية؟ عرفتها على إن هي عملية مزج للأدوار الاستراتيجية لعناصر الإعلان والنشر والبيع الشخصي وتنشيط المبيعات والتسويق المباشر والعلاقات العامة بشكل يضمن تحقيق أقصى فعالية للاتصالات ويدعم وضوحها وترابطها. هل ده تعريف شامل؟ يعني إيه تعريف شامل؟ يعني بيراعي جميع عناصر المزيج التسويقي. التعريف ده تعريف ضيق لأن هو بيقصر عملية الاتصالات التسويقية على عناصر المزيج الترويجي، وبالتالي فهو ينظر للاتصالات التسويقية نظرة تقليدية وضيقة. العبارة اللي بعد كده بتقول تقوم فلسفة تطبيق الاتصالات التسويقية المتكاملة على توجيه رسالة اتصالية موحدة لكافة أنواع العملاء. العبارة دي خاطئة لأن تطبيق الاتصالات التسويقية المتكاملة لا يعني توجيه رسالة اتصالية موحدة لكافة أنواع العملاء، بل يعني البحث عن كيفية إقامة علاقات تسويقية مناسبة مع كافة الفئات دون تضارب أو تعارض الجهود. يبقى إن فلسفة تطبيق الاتصالات التسويقية المتكاملة بيقوم على إن أنا أعمل علاقة تسويقية مناسبة مع كافة فئات العملاء، وإن أنا أراعي كافة شرائح العملاء، وإن أنا مركزش على فئة معينة أو شريحة معينة. العبارة اللي بعد كده بتقول إن جوهر مرحلة صياغة الرسالة كأحد مراحل عملية الاتصالات التسويقية المتكاملة هو تحديد نوع وحجم المعلومات المراد توصيلها للعملاء
ونوع الوسيلة المناسبة. إحنا عرفنا مع بعض إن خطوات مراحل عملية الاتصالات التسويقية هم 5 مراحل أساسية. أول مرحلة هي مرحلة تحديد المرسل لأهداف عملية الاتصال. المرحلة الثانية وهي مرحلة صياغة الرسالة. المرحلة الثالثة مرحلة اختيار وسيلة الاتصال. المرحلة الرابعة مرحلة استقبال المرسل إليه للرسالة. المرحلة الأخيرة وهي رد المرسل إليه على مضمون الرسالة. طب إحنا عندنا عبارة بتقول إن جوهر مرحلة صياغة الرسالة كأحد مراحل عملية الاتصال. إحنا من المراحل دي يبقى مرحلة الصياغة هي المرحلة رقم 2 من مراحل عملية الاتصالات التسويقية. طيب المرحلة الأولى هي تحديد المرسل لأهداف عملية الاتصال. تقوم المنظمة بتحديد أهداف الاتصال بالعملاء لتحديد نوع وحجم المعلومات المراد توصيلها لهؤلاء العملاء ونوع الوسيلة المناسبة لتوصيل هذه المعلومات في الوقت والمكان وبالأسلوب المناسب. وتهدف هذه الخطوة إلى الإجابة على السؤال ماذا أريد من إجراء الاتصالات التسويقية؟ فمثلا هدف المنظمة تعريف العملاء بالمنتجات، أم هدفها إقناعهم بها، أم هدفها تحفيزهم على الشراء. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة صياغة الرسالة فهي تتعلق أو بيتم في هذه الخطوة تحديد مضمون الرسالة والمعنى المراد نقله للعملاء، ثم مراجعة محتوى الرسالة وتنظيمها بالشكل الذي يجذب اهتمام العملاء ونقل الرسالة بسهولة ويسر. ويجب ألا تكون الرسالة معقدة تحتوي على مصطلحات فنية متخصصة، ويجب إدراك المستوى الثقافي والاجتماعي والتعليمي للعملاء. يبقى العبارة دي خاطئة، لأن إحنا قلنا جوهر المرحلة الأولى اللي هو تحديد المرسل لأهداف عملية الاتصال هو اللي بيتعلق بتحديد نوع وحجم المعلومات المراد توصيلها للعملاء ونوع الوسيلة المناسبة. أما جوهر مرحلة الصياغة هو تحديد مضمون الرسالة أو المعنى المراد نقله للعملاء. العبارة اللي بعد كده بتقول تنحصر وسائل الاتصال لتحقيق أهداف عملية الاتصالات التسويقية في وسائل الاتصال الشفهية ووسائل الاتصال المصورة. بعد ما حدد المرسل لأهداف عملية الاتصال اللي هي المرحلة الأولى، جات المرحلة الثانية اللي هي مرحلة صياغة الرسالة اللي فيها بيحدد المرسل مضمون الرسالة والمعنى المراد نقله للعملاء. المرحلة الثالثة بتتمثل في اختيار وسيلة الاتصال. معنى كده إن في عندنا أكتر من وسيلة. العبارة بتقول تنحصر وسائل الاتصال لتحقيق أهداف عملية الاتصالات التسويقية في وسائل الاتصال الشفهية ووسائل الاتصالات المصورة. العبارة دي خاطئة، لأن في عندي 3 أنواع من الوسائل. وسائل الاتصال الشفهية اللي هي بتتمثل في المقابلة وجها لوجه عن طريق البيع الشخصي، التليفون أو إعلانات التلفزيون أو إعلانات الإذاعة. وقد تكون وسائل اتصالات مكتوبة مثل الصحف والمجلات، وقد تكون وسائل مصورة مثل الأفلام المصورة عن المنظمة، الأشكال والمجسمات، الصور الفوتوغرافية، العلامات التجارية مثل شعار اللجنة الأولمبية أو دوائر الأولمبيات بين قوسين أو ماكدونالدز. فبالتالي بقول إن الوسائل مش نوعين بس، هما 3 أنواع من الوسائل. قد تكون وسائل اتصال شفهية، قد تكون وسائل اتصال مكتوبة، قد تكون وسائل اتصال مصورة. العبارة بعد كده بتقول تعد التكلفة أحد العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار وسيلة الاتصال المناسبة. العبارة دي طبعا صحيحة، لأن أنا من بين الوسائل المتاحة بالنسبة لي سواء كانت شفهية أو مكتوبة أو مصورة بيأثر عندي عدة عوامل على اختيار الوسيلة المناسبة. أستخدم وسائل اتصال شفهية
ولا مكتوبة ولا مصورة، في عدة عوامل لازم أخدها في الحسبان. أحد هذه العوامل هي التكلفة. التكلفة عامل مهم بالنسبة لي، بيأثر على اختيار وسيلة الاتصال. إيه كمان من الحاجات اللي بتأثر عندي؟ ملائمة الوسيلة لموضوع الرسالة، ويجب أن تتأكد المنظمة من درجة الثقة في الوسيلة المستخدمة. يبقى أنا في عندي عدة عوامل بتأثر على اختيار الوسيلة. أول حاجة، يجب أن تكون الوسيلة ملائمة للرسالة التي يريد المرسل إيصالها إلى المستقبل أو المرسل إليه. تاني حاجة، التكلفة. تالت حاجة، يجب أن تتأكد أنت كمنظمة، يجب يكون عندك درجة ثقة في الوسيلة التي سوف يتم استخدامها. العبارة اللي بعد كده بتقول: يعد التصور والتذكر الاختياري للمعلومات من الوسائل الأساسية التي يلجأ إليها العملاء لتحقيق التوافق بين المعلومات التي أرسلت إليهم والمفاهيم والأفكار التي كونوها لأنفسهم. بعد ما المرسل حدد أهدافه وتم صياغة الرسالة وبعد كده اختار الوسيلة المناسبة، بتيجي مرحلة الرابعة، وهي مرحلة استقبال المرسل إليه للرسالة. في هذه المرحلة يستقبل العملاء المستهدفون الرسالة الاتصالية ويفهمونها بالمعنى الذي قصدته المنظمة، ثم يقررون بعد ذلك أن يقتنعوا بها أو يرفضونها، ثم يتخذون قرارات محددة. وينبغي على إدارة التسويق التعرف على رأي العملاء في المعلومات التي أرسلت إليهم، وذلك لاكتشاف أي تحريف أو تشويه أدخل عليها والعمل على توضيح ذلك. ولا شك أن العملاء عندما يواجهون هذا الكم الكبير من المعلومات من العديد من المنافسين، يحاولون دائما تحقيق التوافق بين هذه المعلومات وبين الأفكار والمفاهيم التي كونوها لأنفسهم. وهذا التوافق يتم تحقيقه عن طريق أربع وسائل. الوسيلة الأولى، وهي الانتقاء الاختياري للمعلومات، بمعنى يميل العملاء إلى تعريض أنفسهم إلى أنواع المعلومات التي يهتمون بها والتي تتفق مع اتجاهاتهم، ويتجنبون المعلومات التي تثير قلقهم. الوسيلة الثانية، وهي التصور الاختياري للمعلومات، أي أن كل عميل يتحكم في طريقة فهمه لمعنى الرسالة. الطريقة الثالثة، وهي التذكر الاختياري للمعلومات، تتوفر لدى كل عميل القدرة على نسيان كافة المعلومات في الرسالة الاتصالية أو بعض منها. الوسيلة الرابعة، وهي القرار الاختياري، يظل الفرد يملك حق القرار الأخير فيما إذا كان سيحدد سلوكه تبعا لما وصله من معلومات من خلال الرسالة التسويقية. يبقى العبارة دي خاطئة، لأن احنا لسه قايلين إن في عندنا أربع وسائل يلجأ إليها الفرد لتحقيق التوافق بين المعلومات التي أرسلت إليهم والمفاهيم والأفكار. الأربع وسائل دول من ضمنها عندنا التصور والتذكر الاختياري. العبارة رقم 15 بتقول إن ما يزيد من صعوبة مهمة تصميم برامج الاتصالات التسويقية في عالم اليوم هو اهتمام العملاء بوسائل الاتصال التي لا تتوافق مع آرائهم. العبارة دي طبعا خاطئة، لأن احنا عندنا أحد العوامل اللي بتخلي عملية الاتصالات التسويقية في عالم اليوم معقدة هو ميل العملاء إلى تجنب وسائل الاتصال إذا لم تتفق مع آرائهم، دون أي محاولة للتفرقة بين أنواع المعلومات التي تصلهم عن طريق الوسيلة نفسها. ولا شك أن الظروف والمواقف التي يستقبل فيها العملاء الرسالة التسويقية تؤثر أيضا تأثيرا كبيرا على مستوى فهمهم لمضمون الرسالة التسويقية. يبقى في بيئة اليوم أحد العوامل أو مما بيزيد صعوبة تصميم برامج الاتصالات هو أن المستهلكين أو العملاء بيهملوا أو بيتجنبوا وسائل الاتصال التي لا تتفق مع آرائهم، دون أي محاولة للتفرقة بين نوع المعلومات أو بين أنواع المعلومات التي تصلهم عن طريق الوسيلة نفسها. يبقى أنت بتهمل الوسيلة بغض النظر عن المعلومات اللي هي بتقدمها لك.
العبارة رقم 16: تعد الاتصالات التسويقية المكثفة والتي تستهدف كافة العملاء بدون تمييز أحد مزايا تطبيق منهج الاتصالات التسويقية المتكاملة. العبارة دي طبعا خاطئة، لأن عندنا المدخل أو المنهج التقليدي هو الاتصالات التسويقية المكثفة التي تستهدف كافة العملاء بدون تمييز. أما التحول من تطبيق مفهوم الاتصالات التسويقية إلى مفهوم الاتصالات التسويقية المتكاملة بيستهدف كافة العملاء وبالتركيز على الاتصالات المباشرة بكل فئة مستهدفة من فئات العملاء واختيار وسائل الاتصال الملائمة لكل فئة من هذه الفئات. يبقى المدخل التقليدي ده بيركز على الاتصالات التسويقية المكثفة اللي بتستهدف كافة العملاء بدون تمييز، أما المدخل الاتصالات التسويقية المتكاملة ده بيركز على الاتصالات المباشرة بكل فئة مستهدفة من فئات العملاء، بيركز كمان على اختيار وسائل الاتصال الملائمة لكل فئة من هذه الفئات. العبارة رقم 17: يعد التحول من التوجه الاستراتيجي لأنشطة الاتصالات التسويقية إلى التحول إلى التوجه التنفيذي أحد مزايا تطبيق منهج الاتصالات التسويقية المتكاملة. العبارة طبعا خاطئة، لأن التحول من التوجه التنفيذي لأنشطة الاتصالات التسويقية إلى التوجه الاستراتيجي القائم على تبني أسلوب الإدارة الاستراتيجية في ممارسة أنشطة الاتصالات التسويقية بمختلف أنماط العملاء من أجل توصيل رسالة اتصالية متسقة هو أحد مزايا منهج تطبيق الاتصالات التسويقية المتكاملة. يعني العبارة معكوسة، إن الاتصالات التسويقية بتقوم على التحول من التوجه التنفيذي إلى التوجه الاستراتيجي وليس العكس. العبارة اللي بعد كده: تعظيم مخرجات النشاط الإنتاجي هو أحد الأهداف الأساسية لتطبيق منهج الاتصالات التسويقية المتكاملة. العبارة طبعا خاطئة، لأن الهدف من أو أحد الأهداف الأساسية لتطبيق منهج الاتصالات التسويقية المتكاملة هو تعظيم مخرجات النشاط التسويقي وليس الإنتاج. العبارة رقم 19: يعد تخصيص وحدة إدارية متخصصة في الهيكل التنظيمي للمنظمة هو البديل الوحيد من أجل القيام بأنشطة الاتصالات التسويقية. احنا عرفنا مع بعض ان هو يمكن ممارسة أنشطة الاتصالات التسويقية من خلال بديلين: البديل الأول وهو الاعتماد على جهات خارجية متخصصة في الاتصالات التسويقية، البديل الثاني هو تخصيص وحدة إدارية متخصصة في الهيكل التنظيمي للمنظمة من أجل القيام بأنشطة الاتصالات التسويقية. ولا شك أن لكل بديل من هذين البديلين مزايا وعيوب. يبقى العبارة خاطئة، لأن أنا عندي أكتر أو بديلين لممارسة أنشطة الاتصالات التسويقية. أحد هذه البدائل هو تخصيص وحدة إدارية متخصصة، البديل الثاني هو الاعتماد على جهات خارجية متخصصة في الاتصالات التسويقية. العبارة رقم 20 بتقول: التقويم الدوري المستمر لنتائج عملية الاتصالات التسويقية هو أحد المقومات الأساسية لتحقيق فعالية الاتصالات التسويقية. العبارة دي طبعا صحيحة، لأن احنا عندنا عدة مقومات لتحقيق فعالية الاتصالات التسويقية، ويمكن ممارسة الاتصالات التسويقية بشكل فعال عن طريق مراعاة أن تبدأ عملية تخطيط الاتصالات التسويقية من المستهلك، ثم يتم بعد ذلك تحديد الطرق المناسبة لتطوير وإعداد برامج الاتصال. أن يكون الهدف من ممارسة الاتصالات التسويقية المتكاملة هو التأثير على سلوك الجماهير المستهدفة، الاستفادة من كافة أشكال الاتصال الممكنة، تحقيق الانسجام والتناغم بين كافة الأشكال والأنشطة الاتصالية، استخدام لغة اتصال ملائمة لمستوى العملاء، مراعاة الجوانب الثقافية والاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع عند مزاولة الاتصالات التسويقية،
تخصيص وحدة تنظيمية مستقلة للاتصالات التسويقية، العمل على بناء علاقة بين العلامة التجارية والمستهلك، رسم استراتيجية اتصالية واضحة وواقعية والالتزام بها، تدريب كافة المتعاملين مباشرة مع العملاء على مهارات العرض والتقديم، تطوير نظام جيد ومحكم للمعلومات التسويقية، الحصول على دعم وتأييد الإدارة العليا لبرامج التكامل بين عناصر الاتصالات التسويقية، المشاركة والدعم المتبادل بين كافة الأنشطة الاتصالية، تنظيم عملية طلب البيانات والمعلومات من الأجهزة المختلفة في المنظمة لكي لا تمثل ضغطًا على العاملين في إدارة التسويق، والتقويم الدوري المستمر لنتائج عملية الاتصال. يبقى أنا عشان أحقق فعالية الاتصالات التسويقية، كل اللي إحنا لسه قايلينه ده هي عبارة عن مقومات لتحقيق الفعالية تطبيق منهج الاتصالات التسويقية، من ضمنها طبعا هو التقويم الدوري المستمر لنتائج عملية الاتصالات. دلوقتي هنتناول النوع الثاني من الأسئلة، وهو أسئلة اختر الإجابة الصحيحة. العبارة رقم 1 نقط، هو صاحب المصلحة في توجيه الرسالة التسويقية. هل هو المرسل ولا المستقبل ولا الموظف ولا ألف وب معا ولا لا شيء مما سبق؟ احنا لسه قايلين ان في عندي نموذج الاتصال بيتكون من عدة عناصر. اول حاجة المرسل. مين هو المرسل؟ هو صاحب المصلحة في توجيه الرسالة التسويقية. يبقى مين هو صاحب المصلحة في توجيه الرسالة التسويقية؟ هو المرسل. العبارة رقم 2 نقط، هي مجموعة من الكلمات أو الرموز والصور والأرقام أو الإشارات التي يريد رجل التسويق أن يقدمها إلى جمهوره. إحنا عرفنا إن دي هي عبارة عن الرسالة. إيه هي الرسالة؟ الرسالة هي مجموعة الكلمات أو الرموز والصور والأرقام أو الإشارات التي تعبر عن الأفكار التي يريد رجل التسويق أن يقدمها إلى جمهوره، وهي بمثابة ترجمة لشكل الأفكار الموجودة في ذهن رجل التسويق إلى رسالة رمزية. طيب، أداة اتصال معينة سواء بشكل شخصي أو غير شخصي من خلال أجهزة تنقل الكلمة والصوت والصورة مثل الصحف والراديو، دي هي الوسيلة، لأن يعني الوسيلة هي أداة اتصال سواء كان بشكل شخصي أو غير شخصي من خلال أجهزة تنقل الكلمة والصوت والصورة مثل الصحف والراديو والتلفزيون والإنترنت إلى آخره. العبارة رقم 4 بتقول هو الشخص أو الجماعة أو المنشأة التي يعنيها صاحب المصلحة في توجيه الرسالة التسويقية. يبقى أنا شخص اللي بعنيه برسالتي فهو المستقبل أو المرسل إليه، لأن إحنا قلنا في مرسل ده اللي هو صاحب المصلحة في توجيه الرسالة، تمام؟ في رسالة هي الكلمات أو الرموز أو الصور التي تعبر عن الأفكار التي يريد المرسل أن يوصلها إلى المرسل إليه. في الوسيلة وهي أداة الاتصال التي بيستخدمها المرسل لإيصال الرسالة إلى المستقبل أو المرسل إليه. وفي المستقبل هو الشخص أو الجماعة التي يعنيها صاحب المصلحة في توجيه الرسالة التسويقية. العبارة اللي بعد كده بتقول نقط، هي منظومة من الأنشطة والعناصر والجهود التسويقية التي تترابط وتتداخل مع بعضها البعض بغرض إقامة علاقة تسويقية دائمة تتناسب مع كافة أنماط العملاء وتشبع كافة احتياجات قطاعات العملاء المستهدفة. دي طبعا الاتصالات التسويقية المتكاملة، لأن هو احنا عرفنا ان تعددت التعريفات التي قدمها كتاب للاتصالات التسويقية المتكاملة، ولكن في الكتاب عندنا في تعريف شامل بيراعي كل هذه التعريفات، اللي هو إن الاتصالات التسويقية المتكاملة هي منظومة من الأنشطة والعناصر والجهود التسويقية التي تترابط وتتداخل مع بعضها البعض بغرض إقامة علاقة تسويقية دائمة تتناسب مع كافة أنماط العملاء وتشبع كافة احتياجات قطاعات العملاء المستهدفة. العبارة رقم 6
تعد العروض التجارية مثالا للتداخل بين نقط ونقط من عناصر الاتصالات التسويقية. وفقا للتعريف اللي احنا لسه قايلينه للاتصالات التسويقية، فإن هذا المفهوم أو وفقا لهذا المفهوم يوجد تداخل واشتراك بين واحد أو أكثر من عناصر الاتصالات التسويقية. العروض التجارية مثالا للتداخل بين أنشطة إيه؟ هي مثال للتداخل بين أنشطة البيع الشخصي وتنشيط المبيعات. يبقى العروض التجارية مثالا للتداخل بين أنشطة البيع الشخصي وتنشيط المبيعات. العبارة رقم 7: تتكون خطوات أو مراحل عملية الاتصالات التسويقية المتكاملة من، إحنا عرفنا إن هي بتتكون من 5 مراحل أساسية، اللي هو أول حاجة مرحلة تحديد المرسل لأهداف عملية الاتصال، المرحلة الثانية هي مرحلة صياغة الرسالة، المرحلة الثالثة وهي مرحلة اختيار وسيلة الاتصال، المرحلة الرابعة وهي استقبال المرسل إليه للرسالة، المرحلة الخامسة والأخيرة وهي رد المرسل إليه على مضمون الرسالة. فبالتالي إن عملية الاتصالات التسويقية المتكاملة بتتكون من 5 مراحل أساسية. العبارة رقم 8 بتقول: تعد من الوسائل الاتصال المصورة لتحقيق أهداف عملية الاتصال التسويقية. إحنا قلنا عندنا وسائل الاتصال 3 وسائل أساسية: قد تكون وسائل اتصال شفهية مثل المقابلة وجها لوجه عن طريق البيع الشخصي أو التليفون أو إعلانات التلفزيون أو إعلانات الإذاعة، قد تكون وسائل اتصال مكتوبة مثل الصحف والمجلات والنشرات والإحصاءات، وقد تكون وسائل الاتصال المصورة مثل الأفلام المصورة عن المنظمة، الأشكال والمجسمات والعلامات التجارية. يبقى عندنا إيه هنا من ضمن الحاجات دي اللي بيعد من وسائل الاتصال المصورة؟ هي العلامات التجارية، لأن المقابلة وجها لوجه دي عندنا من وسائل الاتصال الشفهية، إعلانات التلفزيون وإعلانات الصحف، إعلانات التلفزيون تعد من الاتصال الشفهية، وإعلانات الصحف بتعد من الاتصال وسائل الاتصال المكتوبة، أما العلامات التجارية فهي بتعد من وسائل الاتصال المصورة. العبارة رقم 9 بتقول: من مزايا تخصيص وحدة إدارية متخصصة في الهيكل التنظيمي للمنظمة لممارسة أنشطة الاتصالات التسويقية المتكاملة. احنا عرفنا ان في عندنا بديلين، البديل الاول وهو الاعتماد على جهات خارجية متخصصة، البديل الثاني هو تخصيص وحدة إدارية متخصصة في الهيكل التنظيمي. طيب من مزايا تخصيص وحدة إدارية متخصصة في الهيكل التنظيمي، إيه هي المزايا اللي بترتبط بكده؟ إن الوحدة الداخلية أو الوحدة الإدارية هي يتوافر لدى الوحدة الإدارية المتخصصة العلم الكامل بطبيعة عمل المنظمة، وخاصة لكونها قريبة من الإدارة العليا ومن الأحداث الجارية في المنظمة. تعرف كافة الإدارات والأقسام الأخرى في المنظمة، وهذا يمكنها من الحصول على كافة المعلومات المطلوبة والدقيقة من مصادرها في وقت قصير، تساعد في خفض تكلفة أنشطة الاتصالات التسويقية المتكاملة. يبقى المزايا بتاعتها بتتمثل في 3 مزايا أساسية: إن الوحدة الإدارية المتخصصة بيكون وحدة داخل المنظمة، فبالتالي بيتوافر لديها العلم الكامل بطبيعة عمل المنظمة. تعرف كافة الإدارات والأقسام الأخرى في المنظمة، وده بيساعدها وبيمكنها من الحصول على كافة المعلومات المطلوبة والدقيقة من مصادرها في وقت قصير. رقم 3: إن قيام الوحدة الإدارية بأنشطة الاتصالات التسويقية بيكون أقل تكلفة من الاعتماد على وحدة خارجية. يبقى بالتالي عندنا رقم الاختيار ده هو الاختيار الصحيح، لأن بتتمتع بالخبرة الواسعة، دي بأحد مزايا الاستعانة بجهة خارجية، أكثر حيادية وموضوعية، دي برضو أحد مزايا الاستعانة بجهة خارجية، تمتلك العديد مع
أجهزة من العلاقات مع أجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، كل دي مزايا للاستعانة بجهة خارجية للإقامة أو ممارسة أنشطة الاتصالات التسويقية. أما الميزة الوحيدة ضمن هذه الاختيارات اللي بترتبط بتخصيص وحدة إدارية هي أنها بيكون أو يتوفر لديها العلم الكامل بطبيعة عمل المنظمة، وخاصة لكونها قريبة من الإدارة العليا. العبارة رقم 10 بيقول: تتمثل العوائق التي تقف في وجه تكامل الأنشطة أو تكامل الاتصالات التسويقية وتحد منه. إحنا في عندنا 3 عوائق أساسية: عوائق سلوكية، وعوائق تنظيمية، وعوائق بيئية. يبقى في 3 عوائق من ضمنها السلوكية، تنظيمية، بيئية، وبالتالي د هي الإجابة الصحيحة. بالنسبة للعوائق، إحنا قلنا في 3 أنواع أو 3 عوائق أساسية: عوائق سلوكية، عوائق تنظيمية، وعوائق بيئية. طب إيه هي العوائق السلوكية؟ ترجع هذه المعوقات أساسا إلى الحقيقة الثابتة، وهي أن العملاء يختلفون فيما بينهم في نظرتهم للأمور وفي مدى استجابتهم للمثيرات التسويقية، وبالتالي تختلف سلوكياتهم. لذلك فإن أساس هذه المعوقات هو اختلاف الفروق الفردية بين أطراف العملية الاتصالية. يبقى المعوقات السلوكية هي بترتبط باختلاف أو ترجع إلى اختلاف الفروق الفردية بين أطراف العملية الاتصالية، وكذلك اختلاف محدداتهم الاجتماعية والحضارية. فنتيجة اختلاف طريقة الإدراك والميول والاتجاهات والدوافع والجماعة والبيئة التي يعيش فيها العملاء ولغتهم وثقافتهم، تحدث العديد من المعوقات. من أمثلة بقى المعوقات السلوكية: مشاكل اللغة، عدم الانتباه، اختلاف الإدراك، والتعصب للرأي، التسرع في الحكم، الخوف من الاتصالات. يبقى عندنا الرغبة، عدم الرغبة في الاتصال، واختلاف القدرة على الفهم والتفسير. دي كلها بتكون مثال للعوائق السلوكية. طيب بالنسبة للعوائق التنظيمية، تنشأ هذه المعوقات من تجاهل مبدأ أو المبادئ السليمة للتنظيم أو الخروج عليها. فعلى سبيل المثال، غياب مبدأ تقسيم العمل وعدم تطبيقه داخل إدارة التسويق، أو عدم وضوح الاختصاصات وحدود السلطة والمسؤولية داخل إدارة التسويق، أو عدم مناسبة نطاق الإشراف في كافة الوحدات التنظيمية، مركزية اتخاذ القرارات داخل إدارة التسويق، عدم توافر سياسات واضحة للاتصالات التسويقية، قصور أدوات الاتصالات التسويقية، عدم اختيار وسيلة الاتصال التسويقي المناسبة. يبقى المعوقات التنظيمية هي بترتبط بالهيكل التنظيمي. فإحنا عندنا العبارة 12 بتقول: يعد عدم وضوح الاختصاصات وحدود السلطة والمسؤولية، دي كلها عوائق تنظيمية. العبارة رقم 13 بتقول: تميز المنافسين وسهولة دخول المنافسين للسوق مثال للعوائق، دي مثال للعوائق البيئية، لأن المعوقات أو العوائق البيئية تنشأ هذه المعوقات بسبب ضغط الأجهزة الرقابية، قد يكون بسبب تميز المنافسين، سهولة دخول المنافسين للسوق، كبر حجم المنظمة واتساع أنشطتها وتعدد منتجاتها، أو التدخل الحكومي. يبقى دي مثال للعوائق البيئية. وبكده يكون انتهى الفصل الأول. مع أطيب أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، إلى اللقاء مع الفصل الثاني.